بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم. اليوم بإذن الله آخر محاضرة لليونت الأول باللغة الإنجليزية الفصحى. استيقظ وياي جدا هاي المحاضرة وركز وأصحى، لأن موضوع اليوم 100% مو 100 بالتأكيد يعني شغلة منتهين منها أنه تجي بالوزاري. عندنا موضوع قاعدة ذان. قاعدة ذان يعني شغلة منتهين منها نلقاها بالوزارة، ورح ناخذ همتين قاعدة آز. هذن القاعدتين يعني ما أعرف شو أقول لك، إنه 100% بالوزارة. خوش حكي. خلي أبدأ بقاعدة ذان. قاعدة ذان هي تعتمد على صفات المقارنة اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. الصفة من نضيف لها ER أو من نضيف لها مور، لأنها صفة مقارنة. القاعدة مالتها هم تي راح نستخدم بيها صفات لو نضيف لها ER لو نضيف لها مور. وإذا الحد هسه بعدك ما تعرف شو وقت نستخدم ER وشو وقت نستخدم المور ويا الصفات، لا تكمل هاي المحاضرة، ارجع المحاضرة السابقة ضبطها على التمام وتعال، لأن حرامات تقرأ القاعدة وتضبطها وانت ما تعرف الصفة إذا نضيف لها ER أو مور. خوش حكي. وهسه تعرف ليش قاعدة ذان شو بتستخدمها بالوزاري؟ أنا لازم شنو اللي أشوفه بالأسئلة حتى يخليني أستخدم قاعدة ذان؟ شوف، يعطيك قوسين. لو يكتب لك use ذان، ونعرف use يعني استخدم، نعرف كلمة use يعني استخدم. خوش حكي. يكتب لنا use ذان، use قاعدة ذان، أو بصريح العبارة يكتب لي comparative. وشن يعني comparative؟ يعني مقارنة. لو يعطيني comparative لو يكتب لي use than، واحد من هالقوسين يعطيكم اياه. شفنا use than او شفنا comparative، على طول نطبق القاعدة مالته. اول ما نخلي بداية الجملة، هاي القاعدة حفظ ومهمة جدا. خوش. اول ما تخلي بداية الجملة اسم، الاسم اللي يعطيك اياه بالسؤال تخلي لي اول كلمه، تشوف هذا الاسم مفرد تخليه وراء از، هذا الاسم جمع شلون؟ زين حتقول استاذ شلون اعرف اذا كان الاسم مفرد او جمع؟ يعني ما اعرف شو اقول لك، انه انت وصلت نهايه اليونت الاول وما نضبط محاضره الاساسيات، ترجع لمحاضره الاساسيات قبل ما داش. اذا هسه انت ما تعرف شلون يكون الاسم مفرد او شلون يكون الاسم جمع، سد المحاضره ورجع للاساسيات. خوش حكي. وارجع هسه انت المفروض رجعت الاساسيات خلصتها، وهسه اجيت للمحاضره دتباوع، راح اختصر لك اياها. الاسم الجمع مثلا على سبيل المثال عندي كلمه بزونه بالانجليزي يعني كات، مو زين، اريد احولها بزازين. شو اسوي لها حتى اضيف حتى تصير بزازين؟ كات راح تصير كاتس. شلون اجمع اني بالانجليزي؟ اضيف اس الجمع للاسماء حتى شنو يصير عندي جمع. زين، انا شلون راح اعرف الاسم جمع حتى اخليه له ار؟ الاسم هذا اللي موجود بالجمله اذا بي اس ينتهي بحرف اس، يعني هذا الاسم جمع، واذا جمع شو اخلي وراء؟ اخلي وراء ار. حلو. وراها اخلي الصفه اللي مطيني اياها. هاي الصفه لازم احسب كم مقطع، كم مقطع موجود بالصفه. اذا مقطع واحد اضيف للصفه ER، اذا اكثر من مقطع اضيف للصفه مور. خوش حكي. خوش حكي. وراها تخلي لي كلمه ذان. ورا كلمة ذان لو ضيف لي إت، وشو تضيف لي الإت؟ إذا كان عندك الاسم الأول اللي خليته بالبداية يكون مفرد، إذا مفرد خلي لي إت، إذا الاسم الأول جمع تخلي لي ذي. وراها شو تخلي لي؟ تخلي لي يوز تو بي. يعني القاعدة حفظ. شنو الأشياء الثابتة بالقاعدة؟ الإز والآر ثابتة، الذان ثابتة، اليوز تو بي ثابتة. شنو الاشياء اللي تتغير؟ لو الات لو الذي. الات شو تستخدمها؟ اذا عندي الفاعل او الاسم بالبدايه مفرد،
شو تستخدم ذي إذا عدي الاسم اللي خليناه بالبداية جمع. زين، على هاي القاعدة أنا راح أطبق على أسئلة وزارية وراح أبدي بأصعب شيء وشوفوا شلون سهلة. أنا متعود من يعطيني سؤال بالوزاري ما أقرأ، أروح أقرأ القوس. إيش كاتب لي؟ كاتب لي يوز يعني استخدم. إيش تستخدم بالضبط؟ ذان. حلو، أنا من أحافظ قاعدة ذان أول ما أخلي الاسم. زين، هو مطيق قوس بيناتهم فاصلة، أنت عبالك شنو؟ عبالك هذا اختيارات؟ لا حبيبي، نعم مطيق اسم وصفة. من الاسم دائما بالبداية، دكتورز أنزله بالبداية لأن شي يريد هو بالبداية اسم، نزلنا الاسم دكتورز. زين، وراء الاسم أخلي لو إز لو آر، أشوف الاسم اللي نزلته انتهى بيا حرف، انتهى بحرف أس الجمع، يعني شو أخلي؟ أخلي وراء آر. زين، وراها الصفة. من الصفة المطنة هسه هذا القوس راح، هاي الدكتور نزلناها، منو بقالنا من القوس؟ بقت لنا اكسبنسيف. زين، الصفة اكسبنسيف أضيف لها إي آر لو مور، أجي أحسب كم مقطع، واحد اثنين ثلاثة وبالأخير ما ينحسب. ما دام أكثر من مقطع أضيف كلمة مور، متعلميها إحنا من المحاضرة السابقة، وأنزل الصفة اللي هي مني اكسبنسيف، صار عندي مور اكسبنسيف. زين، نزلنا الصفة، شن نزل وراها؟ نزل دان، وإذا نسيتها هو حيطيك إياها بالقوس. وراها إتس لو ذي، ورا ما نزلنا الدان هسه أنزل إتس لو ذي، أرجع أنا شن نزل؟ اسم جمع. ما دام اسم جمع إيش راح أنزل من يمي؟ أنزل من يمي ذي. حلو، زين، وراها آخر شيء used to be. بيها مشكلة؟ كل شيء ما بيها. حلو، خلي نحل هسه بعد بصيغة أخرى. مثل ما متعودين بالقواعد ما باع على الجملة، أباع على القوس المطينية. كاتب لي هالمرة comparative use than، مقارنة واستخدم. تستخدم؟ استخدم لي than. أنزل قاعدة than، أنا قايل لك وين ما أشوف than وين ما أشوف comparative قبل أحل بالقاعدة. الاسم بالبداية من هو؟ إدكشن. أنزل إدكشن بالبداية. زين، ورا الاسم شنزل؟ لو إز لو آر، أرجع للاسم، الاسم منتهي بأس الجمع؟ ما منتهي بأس الجمع، يعني شنو؟ مفرد. وما دام مفرد شو أخلي؟ أخلي إز. حلو، وراها الصفة، منو الصفة المطلنا إياها؟ good. زين، الصفة هاي حضيف لها إي آر لو مور، قلنا إي آر يعني مقطع واحد مو، والمور أكثر من مقطع. راح تقول الأستاذ الجود بها حرفين علة اللي هي دبل أو، وإذا حرف علة بصف حرف علة يعني مقطع واحد. حلو، يعني أستاذ شو نضيف؟ نضيف إي آر. حلو، أنتوا لو مباوعين بالملزمة موضوع المقارنة والمحاضرة السابقة، أنا منزل لكم جدول هماتين، هذا الجدول أكو صفات لا نضيف لها لا إي آر بالمقارنة ولا نضيف لها مور. يعطينا صفة، هاي الصفة إذا ردنا نحولها مقارنة لا نضيف لها إي آر ولا نضيف لها مور، ومع ذلك أنا رح أنزل لكم هذا الجدول خاف أنتوا ناسين. عندي كلمة good، كلمة شاذة، صفة شاذة، فمن أحولها للمقارنة ما أضيف لها إي آر ولا أضيف لها مور لأنها شاذة، الgood بالمقارنة تصير better. شوفوا تحول شكلها كلش. زين، يعني اللي هسه اتضح لنا انه مرات بهذا الموضوع ما يعطينا فقط صفه مثل قبل شويه نضيف لها مور او نضيف لها اي ار، كلش طبيعي يعطينا صفات شاذه، واحنا هم زين ما عندنا بالمنهج صفات يعني هوايه. زين، نزلنا الصفه، وراها شو انزل؟ انزل كلمه ذان. زين، ورا كلمه ذان اتس لو ذي، ارجع للاسم الاول، من هو عندي؟ ادكشن، مفرد، ما دام مفرد شو اخلي له؟ اخلي له اتس. ورا الات شو انزل؟ انزل used to be. حلو، اجي هسه على اليمن، اجي على النقطه الثالثه، هذا هو مكرر بالوزاره وحاط لكم اياه بالملزمه. قلنا اي سؤال قواعد ما اباع الجمله اباع القوس الاخير. ايش كاتب لي؟ comparative.
وأنا أعرف إذا أشوف كومبارتيف بين قوسين شو أستخدم؟ أستخدم هاي القاعدة. يريد مني الاسم، الاسم هو حاط لي إياه بالبداية towns، بمن منتهي بس الجمع. يعني شو أستخدم is لو ار؟ أستخدم ار. زين، وراها الصفة، لو أضيف لها ار لو أضيف لها مور. أحسب كم مقطع، 1 2 أكثر من مقطع، إذا أكثر من مقطع أضيف كلمة مور وراها كلمة crowded، الصفة تنزل كما هي. زين، نزلنا الصفة، أنزل وراها كلمة than، ورا كلمة than أشوف it's low they، أرجع للإسم الأول عديا شنو جمع، ما دام جمع شخلي they، هذن الصفات من الأساسيات المفروض أنتو حافظيها. ورا they شنزل؟ أنزل used to be. حلو، لحد الآن تمام. تبقى الواجبات موجودة بالملزمة، أريدكم تحلوها همتين وتضبطوها. زين، بقيت لي صيغة اللي هي صيغة الاختيارات لهذا الموضوع. خلي أشرح لكم قاعدة as-as تمام، وأعطيكم صيغة الأزاز الوزارية، وأعطيكم الاختيارات مال الأزاز، وأرجع الاختيارات هذا الموضوع لأن عدي عليها سالفة هكرية. وهسا ننتقل أنا وياكم أحبائي قاعدة أزاز. هاي القاعدة هما تنكتبوا عليها ثابت وزاري، هي القاعدة الثانية، ومهمة مهمة جدا بالامتحانات الشهرية تمام. الصيغة مالته بالامتحان فقط يطيق قوس يكتب لك use استخدم as as. خوش حكي، خوش حكي. هي تقريبا مشابهة القاعدة الذان، بس قاعدة الذان مثبتة وقاعدة as as منفية وبيها شوية تغييرات. هم نخلي بالبداية الاسم، والاسم هذا إذا مفرد نخلي isn't بالنفي، وإذا جمع نخلي aren't هم بالنفي. زين، وراها ننزل آز الأولى، وراها صفة مجردة. شو يقصد بالصفة المجردة؟ صفة المجردة هي الصفة اللي ما بيها لا ER ولا بيها مور ولا هي شاذة. إذا شاذة رجعها لأصلها. صفة مجردة وراها آز الثانية، وراها إتس إذا كان عدي الاسم مفرد، أو ذي إذا كان عدي الاسم جمع نفس مال ذان أو used to be. يعني هسه هاي القاعدة تتشابه ويا قاعدة القاعدة الذان من it to they لحد النقطة، والاختلاف البسيط انه هنا نفي وهناك مثبت. زين، نطب الوزاري، نطب الوزاريات مثل ما نعرف نحل نباع القوس. كاتب لي استخدم as as، قبل انزل الاسم، منو الاسم؟ cars. نزلنا الاسم، والاسم مش بيه جمع، شا خلي له؟ aren't. عفية، ننزل aren't. وراها as الأولى، as الأولى ورا as الأولى صفة مجردة، small مطينيها مجردة أنزلها كما هي. وراها as الثانية، وراها it لو they أرجع أشوف ما دام عدي جمع شا استخدم؟ أستخدم they. ورا they أنزل used to be. نقطة. بهالبساطة كاتب لي as as مباشرة، أنزل الاسم the city، وراها is لو isn't لو aren't، isn't لأن ما عندي اس الجمع أنزل isn't. as الأولى صفة مجردة big مطنياها مجردة أنزلها كما هي. as الأخرى وراها it's لو they، ما دام عندي الاسم الأول مفرد شنزل it، وراها used to be. زين، عند السؤال الثالث شوية بي فكرة، كاتب لي use as as. يعني قبل 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 شو أسوي؟ من أشوف as as قبل أتذكر قاعدة as as، تريد الاسم بالبداية. زين، على حسب الأساسيات. هسه هو هنا مطيني جملة، أنا متعود يعطيني قوس، هنا مطيني جملة، أنا شو رح ألقى الاسم؟ على حسب الأساسيات اللي طيتكم إياها معلمكم أنه دائما الأسماء نلقاها في بداية الجملة. مطيني my English، راح تقول أستاذ الاسم فقط my، لا حبيبي my تملك، فهو والكلمة الوراء، هو والكلمة الوراء يعتبر كلمة واحدة،
فمن أريد أنزله أنزله هو والكلمة الوراء my English. زين أخلي isn't لو أرنت عدي أسد جمع هنا لا أخلي isn't أخلي isn't وراها نزل as الأولى وراها صفة مجردة. زين أنتوا لو لاحظتوا الجملة اللي مطينا إياها حالها بقاعدة ذان إحنا رح نحولها لقاعدة as as. أنا الصفة وين أخليها بقاعدة ذان؟ أخليها قبل ذان هياتها ذان إيش عدي قبلها بتر. زين أحذف الإي آر لا هي هاي أصلاً كلها أحذفها وأرجعها لأصلها لأن شاذة أصلها good وراها نزل آز اللوخ وراها إت لو ذي أشوف إيش عدي مفرد الاسم مفرد ما دام مفرد أخلي إت آخر شيء used to be. وهذا الموضوع طبعا على الممارسة يعني كثر كل ما تحل وزاريات أكثر كل ما يعني القاعدة مال آز آز وقاعدة الذان تنطبع ببالك وما تنساها. هسه بقيت لي صيغة أخيرة اللي هي صيغة الاختيارات وهاي صيغة الاختيارات أنا أكيد مهكرها. خلي أنتقل هسه أنا وياكم على الصبورة الثانية. ننتقل أنا وياكم هسه الأهم صيغة هي صيغة الاختيارات. بين قوسين ملاحظة صغيرة إذا لقينا كلمة ذان لو نختار الكلمة اللي بيها ER لو نختار الكلمة اللي بيها more. حلو حلو. إذا لقينا as as قبل القوس بعد القوس ما يهمني وين مكان بالجملة شختار أختار صفة مجردة يعني لا بيها لا ER لا more لا EST لا must. متفقين متفقين. زين أقرأ الجملة باع بالقوس كاتب لي fast faster fastest ورا القوس إيش لقيت than. أنا إذا لقيت than شختار لو ER لو more شو مطيني مطيني فقط الصفات بها من ضمنها ER أختار أم الفاستر. خوش حجي خوش حجي. النقطة الثانية كاتب لي cheap cheaper cheapest وقبل القوس وبعد القوس لقيت as. إذا لقيت as as شختار صفة مجردة يعني لا بها لا ER لا EST لا more لا must من هي هاي وينها كل شي ما بيها. الثالثة أريدها واجب عليكم خوش حكي اللي هنا أنا الحمد لله والشكر تم بحمد الله ختم اليونت الأول باقينا فقط قطعة مصطفى أحمد وزيد طارق وهاي إن شاء الله راح أسويها بمحاضرة وحدة بإذن الله وأنزلكم إياها في القريب العاجل. لهنا تنتهي محاضرة اليوم إن شاء الله أتمنى أنكم استفاديتوا وبالنهاية صلوا على النبي.